بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي بناتي طلبة العلم في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما تقدمونه من جهد ومن جهد في سبيل طلب العلم النافع في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هذا هو اللقاء الأول حول مائدة السنة النبوية المطهرة في مقرر الحديث وعلوم الحديث. وأبدأ أولا بعد أن أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بمقرر علوم الحديث، وهو يسمى أصول الحديث. لماذا؟ لأنه هو أصل التخصص. أصل تخصص الحديث هو علوم الحديث، ويسمى أيضا قواعد الحديث. إذن فالأساس الذي ينبثق منه تخصص الحديث هذا العلم هو علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث يا أبنائي ينقسم في البداية إلى قسمين: علم الحديث رواية، الثاني علم الحديث دراية. أما علم الحديث رواية فهو يختص بنقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وتحرير ذلك وضبطه ونقله بسند متصل من رسول الله إلى أن دون في مصادر السنة النبوية المطهرة. هذا علم الحديث رواية. وحين أقول نقل ما أضيف إلى النبي، أي أسند إلى النبي من قول، وهذا معروف وهذا أكثر السنة، أو فعل كقوله خذوا عني مناسككم، أو كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هنا النقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك التقرير، وهو أحيانا يكون سكوتي، وهذا معناه أن يفعل أو يقال شيء بحضرة النبي ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسكت ولا يعلق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل، بل ولا على ما يخالف الأولى، فيفهم من سكوته أنه أقر هذا الفعل أو هذا القول الذي قيل أو فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقرار ينبثق منه الحكم
على هذا القول أو الفعل كحد أدنى أنه جائز إن لم يكن مستحب. هذا هو التقرير السكوتي. أما التقرير النطقي فهو أن يفعل شيء أو أن يقال شيء بحضرة النبي ثم يعلق عليه بكلمة تفيد الإقرار أو الجواز أو الرضا أو ما شابه ذلك، كقوله لمن سأله متكررا في حجة الوداع قدمت كذا في الأفعال الحج على كذا، قدمت كذا، كان يقول افعل ولا حرج. فقول النبي افعل ولا حرج هذا تقرير لما فعله هذا السائل أو لما قاله هذا السائل، فهذه تسمى السنة التقريرية. أو صفة خلقية كحالي وهيئتي النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة المكملة من حيث الجسم والطول أو القصر أو نضارة الوجه أو لون الشعر أو ما شابه ذلك، وهذه الصفات نعرفها لنتعرف على نبينا على الحوض إن شاء الله يوم القيامة. والصفة الخلقية ما تجمل وتحلى واتصف وكسى النبي صلى الله عليه وسلم من حلل الكمال والجلال المتمثلة في شجاعته، في كرمه، في شهامته، في حسن خلقه، في طيب منطقه، في كل هذه الصفات الخلقية. وهذه الصفات الخلقية نتعرف عليها لنتأسى بها، لأن الله قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبمن نتأسى في الآداب والشيم والأخلاق إن لم نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبنائي بناتي علم الحديث رواية، فحين نروي ما ذكرته من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ونحرر ذلك ونضبطه بسند متصل نكون بذلك اشتغلنا بعلم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية فهو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد. علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد. إذن فهي قواعد كلية تتفرع عنها قواعد فرعية تتفرع عنها مسائل في هذا العلم. هذه القواعد حين ننقلها عمليا إلى حيز التطبيق تنتج لنا تمييز بين الصحيح والحسن والضعيف، بين المقبول والمردود، بين ما فيه علة أو ليس فيه علة، بين ما فيه شذوذ أو ليس فيه شذوذ. فبهذا العلم نفرق ونميز بين المقبول والمردود
من حيث النظر في سند الحديث وكذا في متنه. هذا علم الحديث دراية. وأبنائي وأعزائي، بعد أن عرفنا علم الحديث رواية ودراية، يجدر بنا قبل أن نبدأ في المقرر أن نسأل سؤالا في غاية الأهمية: متى دونت السنة النبوية المطهرة؟ هذا سؤال تعلق به إشكالات سأجيب عنها الآن بإذن الله تبارك وتعالى بالنقل وبالعقل. بادئ ذي بدء أقول لكم، ورد في موطأ الإمام مالك أثر يفيد أن سيدنا عمر بن عبد العزيز في فترة خلافته استدعى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وقال له: يا ابن شهاب اجمع الناس واجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفرقة في الأماكن والأمصار وعند أبناء الصحابة، فإني أخاف إذا مات العلماء ومات الرواه يندرس العلم ويضيع كثير من السنة النبوية المطهرة، ونحن نريد حفظ السنة. فشمر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ساعد الجد ومعه مجموعة كبيرة من كبار العلماء، وبدأوا يدونون السنة النبوية المطهرة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هذا التدوين الذي نسميه التدوين العام للسنة النبوية المطهرة، هو أول تدوين للسنة النبوية المطهرة تمسك المشككون والمغرضون والذين يثيرون الشبهات حول جمع السنة النبوية المطهرة، أن هذا هو أول بل باكورة التدوين للسنة النبوية المطهرة، وهذا خطأ جسيم. خطأ جسيم جدا. لماذا؟ لأنني أقول لكم مراحل تدوين السنة أبنائي وبناتي. مرت السنة النبوية بمراحل ثلاثة في تدوينها. المرحلة الأولى، ونسميها المرحلة التأسيسية للتدوين، أو نسميها التدوين الشخصي أو الفردي، أو أحيانا نسميها التدوين المحلي. التدوين المحلي، ما هذا التدوين ومتى كان؟ هذا التدوين من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. بعضهم كتب الحديث وكتبه في صحف واحتفظ بالصحيفة في مكان آمن لا يمكن أبدا أن تصل إليه يد التحريف أو التغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان. إذن كتب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
والنبي بين ظهرانيهم كتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحف وحفظوها بعد أن ضبطوها ضبطا وحرروها تحريرا ظاهرا جليا واضحا قويا. وهذه الصحف كانت محمية بوعاء وسياج الصيانة والحفظ من يد أي تحريف أو تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان. ثم ورث هذه الصحف التابعين أي أبناء الصحابة، أبناء الصحابة ورثوا عن آبائهم بوصايا آبائهم بحفظ هذه الصحف. لما قلت لكم إن هذه المرحلة تسمى مرحلة التأسيس، أقول لكم ذلك لأن هذه الكتابة، هذه المرحلة، المرحلة الأولى في كتابة السنة، كانت هي الأصل والأساس الذي بنى عليه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المرحلة الثانية في التدوين التي هي تسمى المرحلة العامة أو الدولية، اللي هو بيسموه التدوين العام. يبقى التدوين الأول الفردي الشخصي هو البذرة وهو الأصل وهو الأساس الذي سلم للجنة التدوين العام التي أسسها عمر بن عبد العزيز برئاسة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكان هذا هو التدوين العام والذي ذكره الإمام مالك في الموطأ. يبقى المرحلة الأولى التدوين الشخصي، المرحلة الثانية التدوين العام الذي يظنون أو يشككون أو يؤثرون على العامة في أنه هو الأول. لا، هو ده مش الأول، هذا هو الثاني، التدوين العام. ثم جاء بعد ذلك التدوين الثالث للسنة النبوية المطهرة. أما التدوين الثالث فاعتمد على التدوين الأول اللي هو الشخصي الفردي المحلي، وعلى التدوين الثاني اللي هو التدوين الدولي أو العام للدولة كلها. تمام؟ اعتمد التدوين المرحلة الثالثة في التدوين على المرحلتين الأولى والثانية، وكان طبيعة هذه المرحلة طبيعة تصنيف المؤلفات. يعني كانت الأول السنة كله على بعضه، كله يدون على بعضه. فلما جاءت المرحلة الثانية بدأ العلماء يصنفون في التأليف وينوعون في التأليف. هذا يصنف على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل مثلا، يجمع أحاديث كل صحابي على حدة ويودعها في مصدر من مصادر السنة كمسند الإمام أحمد، وآخر يصنف على منهج الفقهاء بحيث يقدم مثلا كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، ثم يأتي بعده كتاب الزكاة، ثم الصيام، ثم كذا ثم كذا، ويذكر أحاديث كل كتاب من كتب أبواب الفقه على حدة، كالبخاري وغير وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك. وبعض العلماء كان
يأتي بكتب بأحاديث الأبواب الفقهية ولكن يسردها سردا بدون أبواب جزئية زي الإمام مسلم، فإنه أتى بأحاديث الصلاة وأسردها سردا، أحد بأحاديث الزكاة وسردها سردا، ثم جاء من بعده الإمام النووي رحمة الله عليه فبوب الأبواب الموجودة في صحيح مسلم الآن. وبعضهم صنف على المعاجم، يعني رتب أحاديثه بحسب الشيوخ، شيوخه هو، وكان يا إما يعني يرتبهم بحروف الهجاء، وإما يرتبهم بالقرب أو الكثرة للرواية عنهم، وهكذا كانت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تدوين المصنفات. يبقى عرفنا يا أولادي إن السنة النبوية مرت بمراحل ثلاثة في التدوين. الأولى عرفناها في عصر الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهي الأساس والتأصيل التي كانت بذرة ليبدأ من خلالها التدوين الثاني، والذي كان في عصر عمر بن عبد العزيز على رأس 100 من الهجرة، ثم بعد ذلك سلمت إلى التدوين الثالث والذي كان في عصر الإمام مالك ومن بعده البخاري ومسلم وأبو داود، والذي أسست فيه وصنفت فيه مصادر السنة النبوية الموجودة بين أيدينا الآن. طيب كلام ده كويس، إذن أين المشكلة؟ ما فيش مشكلة. الله، أنت تقول يا دكتور يعني أثاروا إشكالات في هذا الموضوع. أقول لكم للأسف الشديد نعم أثاروا إشكالات. يلا بينا نشوف الإشكال اللي أثير حول تدوين السنة. قالوا للأسف إن السنة لم تدون لفرد ولا جماعي في عصر الصحابة، واستدلوا بحديث هو صحيح، هو صحيح ولكنه منسوخ، وعموا على الناس أن هذا الحديث منسوخ. ما الحديث الذي استدلوا به؟ استدلوا بحديث لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. إذن واضح منطوق الحديث، يقول إن النبي نهى عن كتابة الحديث النبوي في بادئ الأمر، وإحنا ما اختلفناش، هذا صحيح فعلا في بداية الأمر، لكن النهي استمر ولا كان النهي مؤقت؟ الجواب أبنائي النهي مؤقت لفترة معينة. طيب نقول النهي مؤقت، ايه سبب النهي اصلا؟ والى متى استمر النهي حتى انتهى النهي وابدل بالاذن؟ الجواب النهي كان عندما بدأوا الكتابة، وكانت ادوات الكتابة ضعيفة وقليلة جدا جدا، فكان النبي قد اتخذ ما يسمى كتاب الوحي، مجموعة كبيرة من الصحابة اللي بيكتبوا اسمهم كتاب الوحي. طب ليه النبي اتخذ كتاب الوحي؟ قال لك لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فما ينفعش التدوين الفردي أو الشخصي فيه، لابد أن يكون التدوين جماعي،
ولا بد أن تكون الجماعة منتقاه، والذي انتقاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تتصف بصفات العدل والضبط، وفي نفس الوقت يكونوا عارفين بالكتابة، ما يكونش أمي. فاتخذ النبي معظم من يجيدون الكتابة اتخذهم كتابا للوحي أي للقرآن. فخشي النبي في بداية الأمر أن يكتبوا مع القرآن الحديث فيلتبس الأمر ويختلط الأمر، وما هو قرآن يظن أنه حديث، وما هو حديث يظن أنه قرآن. فلو حدث هذا لكان هذا طعن كبير في القرآن الكريم، ولكان لبعض المغرضين التكأة والحجة في أن يقولوا التبس القرآن بالحديث، لأنهما كان يكتبان في صحيفة واحدة، فما عارفينش إيه الحديث وإيه القرآن، وكان هذا ضياع للقرآن والحديث. فحمى الله القرآن والحديث بإصدار أمر، قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإيقاف مؤقت لكتابة الحديث، حتى إذا تبين الفرق بين الحديث والقرآن يؤذن بعد ذلك بكتابة الحديث. وقد حدث. ففي بداية الأمر النبي أوقف إيقاف مؤقت لكتابة الحديث حتى لا يلتبس ويختلط بينه وبين القرآن، إلى أن يتمايز، يعني كل واحد من الكتاب يميز إن دي حديث ودي إيه قرآن، والقرآن في صحف معينة والحديث يبقى ليه صحف تانية غير صحف القرآن، عشان يبقى ده في مكان وده في مكان وما يلتبسوش ببعض. بدأ الأمر يفهم ويعرف، وبدأوا يميزون والحمد لله بين الحديث والقرآن، واستقر الأمر في كتابة القرآن الكريم، ولا يكتب إلا القرآن الكريم، وفهموا الفرق بينهما. فلما زال سبب الإيقاف وزال اللبس وزال خشية الاختلاط بين القرآن والحديث، أصدر النبي قرارا بالإذن بكتابة الحديث. ما هو القرار؟ أقول لكم، رجل اسمه أبو شاه، هذا الرجل كان من إحدى القرى حول المدينة المنورة، وكان ينزل ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت ذاكرته ضعيفة إلى حد ما، فشكى للنبي وقال له: يا رسول الله، أسمع منك، فإذا ذهبت إلى قومي نسيت كثيرا مما سمعته منك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بيمينك، استعن بيمينك. ما معنى استعن بيمينك يا أولادي؟ استعن بيمينك يعني اكتب اللي بتسمعه علشان خاطر
ما تنس لما لو نسيته تجده مكتوب معاك وتقرأه عليه. يبقى هنا صدر إذن ولا ما صدرش إذن من رسول الله؟ صدر الإذن. طيب، فأجاب الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا سيدي يا رسول الله، أنا رجل أمي لا أكتب ولا أقرأ، ما عارفش أكتب. فقال النبي مناديا في أصحابه، قال لهم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. إذن الإذن تحول كمان إلى إيه؟ إلى أمر بالكتابة للحديث. يعني الإذن هو يعني استعن بيمينك أذن لك، ثم بعد الإذن تحول إلى أمر من النبي لبعض أصحابه: اكتبوا لهذا الرجل الأمي الذي لا يعرف الكتابة. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم أن الحظر والمنع قد نسخ وأزيل هذا، وحل محله الإذن بل الأمر بكتابة الحديث النبوي الشريف. فبدأوا يكتبون، كتبوا لأبي شاه، وكل واحد بدأ يكتب لنفسه صحيفة. وكان ممن كتب وتحرى في الكتابة وبالغ في الكتابة، حتى أنه كان يكتب كل صغيرة وكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو هذا لما لوحظ أنه يكتب كل شيء عن رسول الله، أعمامه من قريش اعترضوا عليه، انتقدوه، قالوا له: يا عبد الله، إن رسول الله بشر، أحيانا يكون غضبان، أحيانا يكون في الرضا، أحيانا يكون يمزح، أحيانا يكون في حزن، لا تكتب عنه في كل الأحوال، اكتب عنه في أحوال معينة. فذهب عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له. ماذا قال عبد الله لرسول الله؟ قال: يا رسول الله، أكتب عنك كل شيء، أكتب عنك كل شيء، فنهاني أعمامي من قريش وقالوا لي: كيف تكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر يرضى ويغضب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عبد الله، اكتب كل ما يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف. قال عبد الله: يا رسول الله، في الرضا والغضب؟ قال: في الرضا والغضب، فوالله لا أقول إلا حقا، فوالله لا أقول إلا حقا، صدقت يا سيدي يا رسول الله. ومن هنا أكد النبي الأمر بكتابة السنة، فكثر من يكتب السنة من الصحابة، لا أقول 60 ولا 70 ولا 100، كثير من الصحابة بدأ يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أننا نقول يا أبنائي بناتي، نقول إن
باكورة وبداية وتأسيس الكتابة للسنة النبوية المطهرة كان في عصر النبي وهو حي وبإذنه وبأمره، فلا يصح لمدع أن يدعي أن أسانيد السنة منقطعة، لأنه لم تكتب إلا بعد وفاة النبي بمئة عام. أقول لهم هذا خطأ بل مغالطة شديدة، وإنما ما مضى على السنة إلا شهور أو سنوات قليلات وكتبت والنبي بينهم وبإذنه وأمره صلى الله عليه وسلم. لما كتبت السنة ثم دونت بعد ذلك التدوين العام، وجد أن بعض الأحاديث رويت من طرق كثيرة، يعني رواها صحابة كثر وتابعين كثر، وبعد التابعين وجد ان الكثرة استمرت بعد اتباع التابعين وفي كل طبقات السند الى ان دونها البخاري ومسلم ومن معه من علماؤنا الأجلاء التدوين الثالث، فلوحظ امر في غاية الأهمية. عارفين ايه الامر ده يا ولادي؟ الامر ده ان في بعض الأحاديث رويت من طرق غير محصورة، عددها كثير وكلهم أيدوا بعض والكسرة في كل طبقات السند، فسمينا هذا النوع المتواتر. شوفوا عشان تعرفوا جه المتواتر منين، المتواتر جه ايه منين، لأن لو كان الكاتب واحد ما كناش هنلاقي حاجة اسمها متواتر، لكن لما ده يكتب الحديث والتاني نفسه يكتب الحديث والتالت يكتب الحديث والعاشر برضه هو بيكتب نفس الحديث والعشرين يكتب هو نفس الحديث، نلاقي الحديث جاء عن مثلا 70 صحابي، 80 صحابي، 90 صحابي، 120 صحابي، تمام، وياخذوا من التابعين 120 وممكن أكتر، وياخذوا من تابع التابعين ممكن 200 و300 وهكذا. فاستمرت الكسرة، استمرت الكسرة، فسمي هذا المتواتر. طيب، في أحاديث لوحظ بعد جمعها أنها جاءت عن طريق 3 أو 4 أو 5 بس ما وصلوش حد التواتر، ما وصلوش حد التواتر. وفي أحاديث جاءت من طريقين 2 فقط، وفي حديث جاءت من طريق واحد، يعني صحابي واحد رواها، تابعي واحد رواها، وهكذا، صحابي واحد أو تابعي واحد رواها وهكذا. يبقى الثلاث أنواع دول سمناهم إيه؟ ضمناهم على بعض يا أولادي وسمناهم الآحاد. الآحاد يعني إيه آحاد؟ يعني ما وصلش لتوفير شروط المتواتر فيه، ما وصلش إلى توفير وتحقيق شروط التواتر فيه. فما دام ما وصلش إلى هذا الحد يبقى سمناه إيه؟ خبر آحاد. وخلي بالكم يا ولادي في فرق بين خبر أحد وخبر واحد. خبر أحد ممكن يرويه 3 أو 4 في كل طبقة، ممكن يرويه 2، وممكن يرويه 1، يعني يشمل الثلاث أنواع، ده اسمه أحد. إنما لما أقول خبر واحد، واحد يعني رواه واحد، يعني هو اللي يسموه الفرد أو الغريب. من هنا خبر الأحد قسموه لثلاث أقسام أو
ثلاث انواع. ثلاث ايه؟ انواع. ايه الانواع اللي قسم اليها خبر الاحاد؟ قال لك مشهور، اثنين عزيز، ثلاثة غريب. يبقى خبر الاحاد شمل ايه؟ ثلاث انواع من الحديث، مشهور، اثنين عزيز، ثلاثة غريب. كلهم دول الثلاثة يشملهم اسم ايه؟ خبر آحاد. طب ليه سمناهم خبر آحاد؟ علشان خاطر لم يصلوا إلى درجة التواتر، أن نقول عليهم متواتر، فعلشان كده سمناهم خبر ايه؟ خبر آحاد. طيب يبقى أنتج لينا التقسيم. الحديث ادانا ايه؟ يعني إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. طيب المتواتر معروف، هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات سنده، ده المتواتر. طيب الآحاد، قال لك اللي فقد شرط من الشروط الأولى. ايه شروط التواتر؟ أول حاجة جمع كثير، لازم يكون العدد كبير اللي رواه، العدد ده يتصف في مجموعهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى والضبط وكل الصفات التي تجعلني أثق ثقة لا حد فيها ولا عد أنهم يستحيل أن يتواطؤوا، يعني يتتابعوا، أن يجتمعوا على كذب وينسبوه إلى رسول الله، مستحيل، هذا أمر مستحيل. الشرط الثالث في التواتر يا جماعة، قالوا أن تكون هذه الكسرة بهذه المواصفات في جميع طبقات سنده، يعني مش في طبقة الصحابة بس ولا التابعين بس ولا تابع التابعين بس، لا، في جميع طبقات سنده إلى أن دون في مصادر السنة الموجودة بين أيدينا الآن. ده كده سميناه إيه؟ سميناه متواتر. طيب قبل ما نفصل القول في المتواتر، المتواتر ده يفيد إيه؟ يفيد العلم اليقيني. طب يعني إيه العلم اليقيني يا أولادي؟ العلم اليقيني أي أنني حين أعمل وأقرأ هذا الحديث أتيقن، مش أتأكد، لا، أتيقن أن رسول الله قاله كما هو بين يدي الآن وكأنني كنت موجود بينهم حين قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا اليقين وصل لدرجة ايه؟ كأني انا كنت موجود في عصر الصحابي وسمعت النبي معاهم، وإلا فمن اين اتاني اليقين؟ طب اليقين جاني منين؟ قال لك من ثقتك الزائدة عن الحدود في هذا الجمع الذي يستحيل أن يتفقوا على كذب وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده المتواتر يا جماعة. والمتواتر نوعين، المتواتر إيه؟ نوعين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر إيه؟ لفظي ومتواتر معنوي. يعني ايه متواتر لفظي؟ اي ان هؤلاء الائمة
من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، هؤلاء النقلة الذين نقلوا لهذا الحديث المتواتر نقلوه بلفظه وبمعناه معا، نقلوه إيه؟ بلفظه وبمعناه معا، يعني اتفقوا على المعنى واتفقوا أيضا على اللفظ. زي إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. هذا الحديث قارب 100 من الصحابة رووه، وزاد في التابعين وزاد في تابع التابعين إلى أن دون هذا الحديث، فسميناه متواتر لفظا ومعنى، يعني اسمه المتواتر اللفظي، يعني اتفق اللفظ والمعنى. طيب ده نوع من التواتر. طيب النوع الثاني في التواتر ايه؟ قال لك ده تواتر معنوي. يعني ايه؟ يعني اتفقوا في المعنى ولم يتفقوا في الألفاظ، اتفقوا في المعنى ولكن الألفاظ اختلفت، والأحداث اللي قيل فيها المعنى ده اختلفت. زي ايه؟ زي رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين ورد في مواقف مختلفة وبألفاظ مختلفة في مواضع مختلفة وأماكن مختلفة، لكن كل موضع وكل حديث منها ورد فيه أن النبي رفع يديه عندما دعا الله تبارك وتعالى. فمثلا في غزوة بدر موقف وزمن معين وناس معينين ومكان معين، النبي رفع يديه ودعا الله على المشركين ودعا الله أن ينصر المؤمنين، وكذا في غزوة أحد وفي غزوة الخندق، وعندما قتل القراء دعا على قبيلة رعل وزكوان، وعند الاستسقاء، وعند إذن أحوال كثيرة في أوقات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا كلها اتفقت على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده عند الدعاء. يبقى الآن يا ولادي لو جينا نقول الحديث بتاع بدر متواتر، له بتاع أحد متواتر، له بتاع الأحزاب متواتر، له بتاع الاستسقاء متواتر، له الله كله له له له. قال لك المتواتر جزء معين، المعنى المعين اللي هو رفع ايده في الدعاء، لان كل الاحاديث بكل الرواة الكسر دول اللي يستحيل ان يتواطؤوا على كذب وينسبوه الى رسول الله، كل دول اتفقوا ورووا أن النبي رفع يده أثناء الدعاء، ولذلك هذا المعنى فقط هو المتواتر، أما باقي الأحداث فليست متواترة. يبقى فهمنا يا ولادي يعني إيه متواتر معنوي؟ ها؟ هو ما تواتر معناه ولكن لم يتواتر لفظه، بدليل أن كل حديث في كل حادثة ليس متواتر، ولكن ما اتفقوا عليه اتفقت عليه جميع الأحاديث الجزئية بتاعت رفع اليدين أثناء الدعاء، هذه فقط هي المتواترة.
والحقيقة المتواتر موجود بكثرة في الحديث ولا بقلة. طبعا احنا عندنا القرآن كل آياته بحروفه بكلماته بجمله لابد وأن تكون متواترة، دي ما فيهاش نقاش ولا فيهاش قال العلماء، دي كلها موضع إجماع الأمة. لكن بالنسبة للحديث قالوا إن المتواتر اللفظي بالنسبة للآحاد قليل، لكن موجود أحاديث متواترة، طبعا موجود أحاديث متواترة تواتر لفظي زي المسح على الخفين، زي مثلا حديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها، إلى غير أحاديث كثيرة جدا متواترة، بس بالنسبة لعدد الأحاد هي قليلة متواتر اللفظي. لكن لو نظرنا للمتواتر المعنوي سنجد بالبحث وجمع روايات الأحاديث والنظر في المعاني التي اتفقوا عليها سنجد المتواتر المعنوي كثير إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. العلماء ألفوا بعض الكتب في المتواتر عشان يعرفوا الناس ان اهو احاديث دية، الكتب دية ما جبناش فيها غير الاحاديث المتواترة فقط. زي ايه؟ زي الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة، وجاء الامام السيوطي اختصره في كتاب سماه قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة، الشيخ الكتاني، المتناثر في الحديث المتواتر، وهكذا أحاديث كتب كثيرة. هذه الكتب تخصصت فقط في المتواتر. قبل أن أنهي المحاضرة أبنائي، السؤال الذي يطرح نفسه: ما حكم الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر قطعي النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي اللي بيسموه قطعي الثبوت. قطعي الثبوت أي مقطوع بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أدنى تردد، ولذلك يفيد العلم اليقيني. وقد بينت لكم ما معنى كلمة العلم اليقيني. ومن باب أولى، ما دام قطعي ويفيد العلم اليقيني، فيجب العمل به في سنة النبي في كل ما يتعلق بمناحي الشرع الحنيف في العقائد والأحكام الشرعية وكل ما يتصل بديننا الحنيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.